السلام عليكم البنات، اش اخباركم حبوباتي؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس. مرحبا بكم في الحلقه الثانيه من ضيفه الشرف، ولي الشرف ان لاله الغزاله البنات. ربي يخليك، بارك الله تبارك الله ما شاء الله، غزاله ديالنا حنان. حتى انا لي الشرف نتلاقى شخصيا مع انسانه بحالك. الله يطول عمرك كبير. والله الله يبارك. اول حاجه بدا السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير على خير، كنتمنى تكونوا بالف صحه وعافيه، وتنتمنى ترحبوا بيا في قناه مرحبا جميله اونلاين. نتمنى نكون ضيفه شرف خفيفه على قلوبكم اكيد ان شاء الله تعالى، وكنتمنى حتى انا الحلقه ديال اليوم تعجبكم. خليكم معنا ما تمشيو فين، غادي ندوا ان شاء الله حلقه زوينه بزاف مع مطبخ ام حنان. دائما تنقلبها يا البنات، مطبخ حنان ام وصال، مطبخ حنان ام وصال. سمعوا البنات، مطبخ حنان ام وصال. ما عرفتش علاش، لانك دائما كنقول لك حنان مشى انت صاحب لافاتار، هو تيقول لي مطبخ. تحيه كبيره للسي يونس من لافاتار، تحيه كبيره للسي يونس صاحب لافاتار، وتحيه للنورا، بوسه كبيره لكم كاملين. وديجا راكي لابسه ما شاء الله اليوم، حقا ما ننساش ملابس لافاتار. عرفتي لا كولور ما شاء الله تبارك الله جاتك زوينه. لا ما شاء الله عجبتني، كون ما عجبتنيش ما غاديش نصور بها. وتنشكر نورا هي اللي اختارتها ليا، تنقول لها شكرا. الله يعطيك الصحه نورا حبيبتي. تبارك الله ما شاء الله عندها ذوق رفيع وانيق اكيد. وبالنسبه لي ما تيعرفش لافاتار، راه عنده مسموح نقولها في قناتك. اليوم الحلقه ديالك. يا ربي يخليك. مرحبا. بالنسبه لي غادي يسمع اول مره لافاتار، ما غاديش يعرفوا شنو هو لافاتار. عنده محل كبير في كازا، تيوزع على المغرب كامل، تيوزع الملابس، ماشي عنده فروع في المغرب، تيوزع الحوايج كاع اللي بغى شي حاجه تيصيفطها له في اي بلاصه. دونك يدير لا ليفريزون بارتومون كازا وخارج كازا. وهادشي اللي كاين عنده ملابس غزاله. شنو عنده الملابس؟ لا بغيت غير نسول باش البنات يعرفوا، لان كلشي غيبقى يسولني بلا ما تسولوني. غنسولها قدامكم، شنو اللي عنده؟ عنده ملابس البلديه الرومي، شنو كيدير باش يعرفوا؟ انا عارفه عنده الرومي، عنده الرومي، وعنده شي حاجه كاليتي، ماشي زعما غير زواق ولا هذا، عنده شي حاجه كاليتي. وانا من نهار مني بديت معاه الاشهار، من شهر 6 ومع شهر 7 باش بديت خدامه معاه، تلبس غير الملابس ديالو. قسم بالله ما بقيت شريت شي حاجه، يعني تلبس غير الملابس ديالي. وانا ماشي زعما من داك النوع اللي غادي. عنده لي طاي، عرفتي البنات؟ عنده لي طاي، عنده من ال حتى الفطرو اكس ال، عنده زعما اكثر مني انايا. شفتو انا الغلط ديالي، واكثر مني انا كاين لي طاي عنده. داكشي كيقلبوا على لي كرون طاي، دونك راه كاين تبارك الله عند سي. لا ما شاء الله، زعما تيجيب لي طاي، واي ستيل تيعجبك تلقى عنده فيه طاي. والله ممكن تعرفي بلاشين ديالك شنو فيها؟ ابار لافاتار. لا اكيد لاشان، لاشين، لاشان، لاشان بحال بحال لاشان، لاشان كلهم خاطر البنات ديال الصوير. مرحبا. المهم انا بحال ما هكا، اللي ما تيعرفنيش غادي يمشي لقناتي وغادي يتعرف على الشعبيه ديالي اكثر. القناه ديالي انا معروفه انا النهار الاول باش بديتها بالطبخ والحلويات، بكوني انا كنت حلويه، تنصوب الحلويات. تبارك الله انتما ما شاء الله. عرفتي هذه حمقاتني البنات، شوفت هذه البهله، ولكن باللوز خطيره خطيره. سامحوا ندخلوا عندها. الله يعطيك الصحه وراحتك. انا كنت مختصه فاش اللي فتحت القناه في الاول، اختصيت في الطبخ والحلويات، وداكشي ديال لي باتيسري على قدي، ماشي نقول لك فنانه في داكشي ديال لي باتيسري، لا غير على قدي داكشي اللي تنعرف بارطاجيته مع الناس. مي من بعد ما تسرقت لي القناه، ملي تسرقت لي القناه من وراها، كنت انا والده تسرقت لي القناه، عندي 15 يوم والده، هذا موضوع اخر، موضوع بوحدو. غير باش نقول لك بحال عجزت على انني نبقى نبدع في الحلويات ونرجع نسجل داكشي اللي دار، لحقاش داكشي سجلته. يعني كملتي؟ صعب علي، لا صعب علي انني نعاودي من نبداو من الزيرو، نسجل الحلويات اللي كنت حاطه، ونسجل الاطباق اللي كنت حاطه. من بعدها بديت تنخلط اطباق وروتينات، وليت ندير روتينات اللي روتينات بحال ما كدير الطياب والشقه والصابون وداكشي. وابخي مره تندير بحال هكا وصفات كيك ديسير، وصفات، المهم كلشي ما شاء الله، كلشي تبارك الله ما شاء الله عليك. داكشي اللي كاين. دونك عندك اشهار ديال المحلات؟ يعني ضروري عندك اشهار محلات؟ تندير اشهار ديال المحلات، حقاش ربما انت عارفه هذه القضيه. لا انا عارفه، انا بغيت نقول لك مدخول قليل من اليوتيوب، يعني هي قناه متنوعه، حتى شي حاجه مازال دوي على اليوتيوبر كاملين باستثناء انت، راه باقا ما بحكم الاحتكاك اللي عندي معاها تنتواصل انا وياها يوميا، باقا دابا بدات تستافد شي، يعني واخا عندها المشاهده باقا ما تتخلص. ان شاء الله قريبا، ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله. والبنات كلهم يا رب ان شاء الله. دابا في هذا الوقت هذا البنات كلهم تيشوفوا المشاهده طايحه.
يعني واخا تخدمي حتى تعياي ما تجيبيش واحد المدخول اللي يعاونك على التصوير على نورمال باش تخلصي شحال من حاجه باش يعني تخدمي. انتما دابا ملي كديري الطبخ يعني كتخسري بيان سيغ غادي تخسري الا بغيتي تبدعي في واحد الطبق الا بغيتي تحطيه. ملي تيتعرضوا عليك بحال هكا اشهارات ديال المحلات تتقولي حقاش هذاك الاشهار اللي غادي ندوز انا للمعن او اي محل راه تنتخلص من عنده باش ندوز ليه اشهار. لا ضروري هادشي حنا قلنا يعني تنتخلص من عنده باش ندوز يعني هذاك الخلاص اللي تنتخلص من عنده انايا تيعاونني انايا لما صراحه مزيان دائما مع لا ما عنديش مع داك صراحه هادشي اللي عجب الناس فيك بزاف. لا انا بحال ما هكا بزاف شعبيه وانا كنموت على المرات ربي يخليك والله العظيم حيت كاين اللي كيبقى لا وكذا وكذا لا 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 تندير الاشهار حقاش انا محتاجه ليه باش نشد منه الفلوس. سي نورمال بحال يا ايها الناس يعني كتخرجي كضربي تماره كتخلي ولادك ولكن خاص يكون في علم الاخوات غادي ندير شي اشهار ديال شي حاجه اللي هي خايبه ما غتستاهلش والمستوى ديالها ماشي من المستوى ديال انا من ندير ليه اشهار اولا الناس ما غيستافدوش منها. لا امبوسيبل انا ندير شي حاجه اللي ما غاديش تكون في المستوى ديال الجميع او ما غاديش تكون فيها مفيده للمجتمع كامل. امبوسيبل انا نديرها في القناه ديالي وغنخليو ديك الساعه الجانب المادي وغندوزو الجانب اللي غادي نستافدوا منه الناس. صح كيبقى تبارك الله عليك وانا كتعجبني صراحتك. لا هذه حتى بيني وبينك يعني المرات الصراحه ديالي خلاتني خسرت مع بزاف تاع الناس ولكن انا ما تنحسبهاش خايبه. لا تنحسب بقاش انا هكا بغيتيني انا راه بحال ما هكا. لا انا بغيتك والبنات نتوما بغيتوا حنا اكيد ما دمتم ما شاء الله تبارك الله لاشين ديالك تبارك الله طلعت ما شاء الله لك حنان. الحمد لله الحمد لله بوجود المتتبعات كامل اكيد اكيد والله العظيم. شحال تقاتلتي يا حنان باش وصلت لاشين ديالك لهذا الشيء اللي انت فيه؟ يعني شحال خسرت حنان، شحال بكات حنان، شحال تعذبات حنان، شحال ديال لي كومونتير زوينين اونتر بارونتيز نتوما عارفين باش وصلتي لما انت وصلتي ليه؟ غنبقاو دائما غاديين في اطار الصراحه. الصراحه انا لا اقسم صراحة. بالله انا معروفه عليا لا ما تحبي انا عارفه كتقولي الصراحه. شوفي غنبقاو في اطار الصراحه. نكذب عليك الا قلت لك عمري ما بكيت على هذه القناه. نكذب عليك الا قلت لك انا من اليوتيوبر اللي ما تيجيني حتى شي تعليق تيمسني او تيغير النفسانيه ديالي. لا تيجيوني تعاليق سختو فاش يلا تتفتحي القناه ضروري عندك جوج دفعات في الاول من يلا تتفتحي القناه واي فوا تيشوفوك بديتي قربتي توصلي تيبدا الهجوم عاوتاني. ما عرفتش علاش ما عرفتش علاش ولكن من طبعي الفيديوهات انا ممسوحين دابا الفيديوهات ديال اكثر من عام ونص تمسحوا ليا كاملين فاش سرقت ليا القناه. يعني كانت وصلت حنا باش وصلت ل 60000 مشترك. واو عرفتي 60000 شحال عام ونص الخدمه؟ عام ونص ديال الخدمه لشي واو والله ما عقلتش على اكثر من 400 عرفتي قناه البنات تمحنتي وتعذبتي وبكيتي وشكيتي 450 فيديو سي با فاسيل باش كتمشي كامله. لا لا وتبارك الله عليك عاودتي يعني هذه اللي كنقول حنا الضربه البنات اللي ما كتقتلش كتقوي كتقوي يعني تعطلتي يا حنان كليتي راسها. لا ماشي غير مرضت نفساني المرض بيان سور غتمرضي وخاصك تعرفي الوقت اللي تسرقت لي فيه القناه شنو هو؟ حمالة فاش كنتي حاملة؟ والدة يلا عندي 15 يوم باش ولدت والدة سيزاريا يعني مجبدة في الفراش. آخر فيديو لحت هو العقيقة ديال البنت ديالي لحت نهار فاش سميناها بوحدو فطور وداكشي الجو ديال الذبيحة وداكشي بوحدو ونهار العرس ديال الأسبوع بوحدو. ما عرفتيش كيفاش ولا شكون ولا ما عرفتيش ما عندكش معلومات. ما نكذبش عليك ما بغيتش نفتحها. لا يعني انا ما بغيتش نقول لك شكون بالضبط. عندي شكوك بعد الناس بين قوسين. عرفتي علاش قلت لك هكا؟ سمحي لي يا حنان باش البنات الاخرين ومنهم انا براسي نتعلموا اننا يفو با فيغ كونفيونس ان نيمبورت كي في بلادا جي معايا بنادم. باش نعمل ثقه في اي واحد وما يبقاش اي واحد يجي يبقى عليه تتعجبيني واختي وتنحمق عليك وهذا يستغل ديك انت احنا كيوتيوبر ملي تدخل عندنا شي وحده تتقول احنا معجب انا معجبه بك وهذا ما تتبغيش تردي في وجهها ما تعطيهاش وقت ولا هذا. ولكن كاين فرق بين تعطيني وقت وتعطيني اسرارك يعني الجيماي تعطيني حاجات. نهضر لك على كيفاش مشات لي القناه. بغيت نعرف البنات اللي بغاو انا عارفه بغيت البنات يستافدوا منك حنان يعني ما بغيتش انا تمشي لي قالت ما تبغينش انا تمشي لي قالت. انا وضحت لك انت فاش يلا بغيتي عرفتك معلومات باش ما تبغيش المشكل. البنات شنو تنصحي البنات باش واخا هو ماما خاص يكون في الاخر ولكن هذا هو انا كنشوف الجيم كنقول انا كنظن هذا بالاول غيستافدوا منك. والله العظيم بغيت البنات يستافدوا منك حنان. انا دخلت عندي اخت بلا سمحي لي حبيبه معليش مرحبا دخلت عندي اخت
سامحها الله، هادشي اللي غادي نقول لها. انا من طبعي تنسامح الانسان. معليش دخلت عندي اخت لبلاصه التعاليق تحت الفيديو فين تيحطوا التعليق، حطت ليا قالت لي اختي عافاك انا متتبعه وفيه ديالك ومتبعك من يعني هذه اللي خدات مني النمره ديالي، كتعرف عليا كل شيء، انا متتبعه ومتبعك من تتوحمي ومن قبل ما تتوحمي وهذه وهذه، عافاك لا ممكن تخلي لي النمره راه حتى نموت عليك وبغيت ضروري نتواصل معاك. يعني النمره ديالك ديال سميتو ديال الواتساب ديال الواتساب اللي فيه هذاك الشيء كله، تليفون كان واحد اكيد. انا ديك الساعه عندي جوج تليفونات، لاشين فتحات تليفونات بجوج. مي دابا لا دابا لا صافي انا كنت خاصه مره واحده صافي دارت ليا غير مره واحده. دخلت عندي عطيت لها النمره دخلت عندي الواتساب، اقسم بالله العلي العظيم الا ما كاملاش خمسه السوايع لعبت بيا. دخلت عندي بعدا كاين الواتساب السلام عليكم تتكتب، جاوبتها انا بالكتابه عليكم السلام ورحمه الله. المهم بقيت شي السيده شتها باغا تحتت واحد اللحظه وانا نقول لها انا راه ما تندويش بزاف في الواتساب راه عندي زعما ما يدار بصح تريا كنت عند والدها غتسمحي لي. دابا قالت لي ماشي مشكل حتى العشيه وندوي معاك. في العشيه ملي ندوات معايا جلست بحال هكا ملي حقاش حنا مبنيين بالتليفون اون فوا شدت التليفون ملي جلست شديت التليفون قالت لي شافتني اونلاين وصيفط لي ميساج وانا نقول لها لا ممكن اقسم بالله لا خلني الشك شي حد قلت ليها لا ممكن تصيفطي ليا فوكال معرف انا بعدا راه ما كنهضر راجل مراه هكا كنقول انا ابري صيفطت ليا فوكال سمعت الفوكال تيجيني ما هو راجل ما هو ما الصوت الصوت مصنع يعني ما بغاش تعطيك صوتها الحقيقي صوت مصنع وانا نعاود نصيفط لها قلت لها وضحي صوتك راه ما تنفهم والو وضحي صوتك وهي تقول لي لا اختي انا صوتي بحال ما معقل ما عرفتش كيفاش نقلد الصوت ديالها صافي من ورا هذوك فاش بديت انا تنشك في الصوت ديالها صيفطت لي الصوره ديال الدرع قالت لي شوفي انا في الاول ما قالتش لي انا عندي شيم في اليوتيوب ولا هذا قالت لي شوفي انا عندي شيم في اليوتيوب و عندي شيم في اليوتيوب و صيفطوا لي الدير على 50000 مشترك انت وصلتي 60000 مشترك ومازال ما عندكش ما عندكش وانا نقول لها لا حبيبتي انت راه واقيلا ما واعياش ب القانون يمكن القانون ديال قالت لي لا شرا ولا جديد عاد السيمانه وبداو ب 50000 ابو لبستني خربق هذاك فريمون غنقولها بواحد المصطلح ويسمحوا لي في ذاك الوقت تكلخت الضبابة جاتني على عيني طلاميس دار لي طلاميس الله يرحمها عرفتي شي واحد دار لك طلاميس بحال هكا طرا لي في ديك اللحظة صيفطت لي الدير وانا نقول لها ما يمكنش تقول لي شوفي سيري للجمايل ديالك غتلقى مصيفط لك وانا عارفة الدير ما تصيفطوش لك الدير راه تيصيفطوا لك غير ميساج وانت اللي تطالبي بالدير ماشي هما اللي تيصيفطوا ملي كتوصل ميساج وانا مشيت دخلت للجمايل ديالي ملي دخلت للجمايل ديالي ونلقى فيه الصورة ديال الدير انا اسم اليوتيوب باش تعرفي راسك داوية مع اليوتيوب تيكون واحد الحرف الاخر اللي ما كانش هما تيتبدل انا باش نتاكد من الاسم واش هو هذاك ما تاكدتش باليا فرحانه انا قريبا نولد غنتهنى غنشد ديرها وغنمشي نفس على خاطري عند راسها تخلي نص زربانه انا قريبا نولد درا والده زعما نفسها غنشد ديرها ونربي بنتي على خاطري وانا رجعت عند الواتساب وانا نقول لها اختي راه لقيت انا حاطين لي هذويا تقول لي شوفي سيري كليكي على الرابط راه يطلعوا لك المعلومات اللي غاصيفطي لهم ما كتبش عليك تكلخت في ديك اللحظه اه صافي ما عرفت كتقول اين فوا كليكيت على الرابط لعبوا لي بالتليفون كان عندي في لا راه هادو ماشي هاكر كبار مي عندهم خبره حقاش هاكاو لي حتى كلشي اللي عند الميساجات اللي دوات معايا بهم مسحتهم من التليفون واو دي بروفيسيونيل هادو والتليفون بقى شعل سرقت القناه التليفون طفى مشيت ب 80 درهم مع 90 درهم باش عاودت فلاشيتو مشاو ليا فيديوهات ديال الولاده والده بالفتيح كنت مهدده انني غادي نموت ما كانش عندي الدم نهائيا وكانوا داروا لي واحد الفيديو انا تنولد كيفاش زادت البنيه وكيفاش تعتقت من الموت وهذا كلشي ما بقاش في بقات فيا القناه وبكيت وكلشي ولكن لحد الان باقي تنتفكر غير داك الفيديو حتى نورمال ان شي حاجه ما تعاودش مره ما كذبش عليك اختي جاتني واحد الحاله هستيريا ولهلي حط شي مسلم مع البنات في ذاك الموقف انا كليكيش على رابط ما تكليكوش على اي حاجه جاتكم اه انا نفسي ديك الساعه اصلا نفسي محطمه تستصعب في الولد المره اللي تكون والده نفسانيا انا محطمه اختي جاتني واحد اللحظه وقلت لولدي سجلني بتليفون ماما سجلني تليفون
قلت لولدي سجلني هوك انا تنكس ماشي تسمعت انا من ديال داك صافي ولدي سجلني كيف ما انا سجلت يعني خلاص صافي سجلت هذاك الفيديو صيفطته لهادي صيفط لاختي ميساج قال لاختي صيف ميساج قال ليها سيري عند قناه خوخه حطي ليها ميساج وحسن امي بحط لها ميساج قول لهم القناه حنان تسرقات صافي دوات معايا المهم تواصل غير غير خداو النمره ديال ماما من عند اختي في التعاليق دخلوا عند ماما تلاح هذاك الفيديو تم تلاح الفيديو مشكورين بزاف اسماء جيك واللي راه خدات اللقب الذهبي ديال اليوتيوب ما شاء الله تبارك الله تنقول لها مبروك يمكن اول مغربيه بقايا ما عندهاش عندها شي 34000 مشترك ولا ما نعرف يا سبحان الله خداتهم من عند جوجل ما عنديش التفاصيل بالضبط مي شخدات جائزة شتاع البارح دونك شنو اسماء ما كنعرفهاش انا تتخدم هي خاصة بهذا الشيء ديال المشاكل اللي كيوقف في اليوتيوب هي خاصة بهذا الشيء ديال اليوتيوب تبارك الله تبارك الله وقفت معايا ديك السيدة وقفت معايا اسماء جيك وقفت معايا حسناء ام هبة وقفت معايا خديجة خديجة قناة وين مشات لي سميتها عاود بلا مش تراجع وصحتي معليش بعض المرات كتمشي خديجه خوخه قناه خوخه اقسم بالله العلي العظيم لقد ما تنبكي انا قد ما تتبكي هي لا صعيب والله لا صعيب وما نعساتش لا هي لا حسن ام هبه لا حتى ردوا لي القناه اسماء نبتي دونك رجعت القناه رجعت لي القناه رجعت بكم محتواها كامل لا رجعت لي القناه بوحدها فيها خاويه فيها 60000 ولكن في يومين وصلت لي 76 وانا ما نعرف ماشي مشكل يعني المهم رجعوا لك لي زابوني ديال كاملين لي زابوني والناس ضامنوا معايا من القنوات كاملين ضامنوا معايا القنوات ضامن مشكورين القنوات كاملين داروا عليا فيديوهات ضامنوا معايا الصراحه يمكن ربي هادشي علاش نقول لك حنا خصنا نكونوا ايد في ايد ديما تنقول يعني الموقف اللي تحطيت فيه انا في شفت لي القناه راه كاع اليوتيوبر دواو عليا باستثناء شي وحدين اللي كانوا كيتسنوا فوقاش تهبط كاين دائما ما نعرف شي وحدين اللي ما اهتموش وهذا ولكن ما عنديش مشكل فيهم بالعكس ربما انسان ما ما جاب ربما هذا ومشكورين لهذا المنبر كاع الاخوات اللي اهتموا بالقناه ديالي وساندوني في ذاك الوقت اللي مشات لي القناه صافي من وراها باش بديت تنخدم على القناه تصوري عندي 15 يوم تنسجل تنحاول تجيب لي الله باللي قناتي غادي تمشيو ليا غيمشيو ليا لي زابوني حقاش ما فيها حتى فيديو غيجيو من الملل وما فيها حتى ابوني غادي ما فيها حتى فيديو غادي نمشيو الخطير في الامر هو اللي غادي تسمعي دابا هو انني 3 شهور وانا تنخدم على القناه نفسها فتحتي ضرتني وانا تنسجل الفيديوهات وتنطح يعني ما يمكنلكش بغيتي زعما باش تعمر القناه الحساب ديال ادسنس ربطوه الغاو الحساب البنكي ديالي وربطوه مع الحساب البنكي ديالو وبقاو تيتخلصوا في قناتي ودوك الشهور كانوا طالعين في المشاهده حقاش واخا مشاو الفيديوهات الخلاص بقى ديال المشاهده تخلصوا فيه شدوا 90000 ريال في 86000 ريال في كدا 70000 ريال عطاك داكشي معايا الناس اللي طلعوا ليا لي كونط اللي تخلصوا فيهم وكلشي انا المهم باش تا كانوا كيتفرجوا يعرفوا بلي انا راني عرفت شكون اللي سرق ليا القناه خطيره هادي انا عارفه شكون اللي سرق ليا القناه عارفه بالاسم يعني عارفه بالاسم ومازالنا الناس في اليوتيوب معليش معليش سامح انت الرابح خلينا هذاك الشيء اللي كل واحد وانا عارفه الله يهديهم خلقوا صافي الله يهديهم خلقوا الحمد لله الله سبحانه عوضك عاودك خير وما شاء الله عرفتي تصور شحال ديال الاخوات دخلوا عندي الواتساب وشحال ديال الاخوات يعني الناس كلشي ساندك اليوتيوبر قالك عسى ان تكرهوا شيئا تكرهوا شيئا وهو خير لكم صح وعسى ان تحبوا شيئا وشر لكم انا كان في عندي خير في ديك القناه اللي مش عطيتي بينك ليا المتتبعات ديالي شحال تيعمقوا عليا سبحان الله صورتي بكيو في التعاليق صوريتي مشيو من قناه لقناه وتيزاو قلت انا نمرت حنان وداروا جروبات ودخلوا عندي الواتساب وتيدووا معايا بارطاجاو هذا باش كاين اللي جاو عندي حتى للدار ايوا يمكن فيها خير هذيك الخدمه مشات هذاك الشيء يمكن فيها خير وتنقول كاع اليوتيوبر المبتدئات واللي ديجا واصلين حتى هما يردوا البال اي رابط ونصيحه غادي نعطيها لكم منين يجيكم اصلا التليفون اللي مفتوحه فيه القناه يبقى غير ديال القناه هادشي قلتي لي يبقى غير ديال القناه والجيميل اللي في القناه حيدو ندير الجيميل اللي فاتحه بيه القناه ندير عليه السيكوريتي ويبقى بيني غير بيني وبين واخا انا ما عنديش خبره فهادشي كلشي ما يكون في لا في ولا واتساب قلتي لي ولا شويه وصافي
تنفضل التليفون اللي مفتوحه فيه القناه يبقى بوحدو، والتليفون اللي تنتواصل به مع الناس وتندير فيه نتواصل فيه مع الناس بالواتساب وهذا نبقى بوحدو، والنمره اللي فاتحه بها القناه ماشي هي اللي نديرها في الواتساب. هذيك تبقى ديالك، هذيك تبقى ديالك، تهضري فيها غير انت والزوج ديالك وعائلتك. حقا عائلتك كاين بعض المرات الله يستر كاين انسان ما كاينش الثقه. انا الحمد لله ما كاينش اللي مسؤول عليا، غادي نرجعوا لهذ النقطه، ما تكونش الثقه. وغادي نرجعوا لهذ النقطه حنا انا وياك. بغيت نعرف الحاجه الثانيه اللي كانت نورمالمون خصها تكون اول سؤال، وهي علاش يعني ما عطيتيش اسميه لاشين ديالك، عطيتي حنان ام وصال، وبقات وانت بصح حنان وعندك بنيه ما شاء الله سميتها وصال. بصح سميتي حنان، ما عطيتيش شي لقب شي حاجه زوينه هكا؟ نقول لك الصراحه ما تضحكيش عليا. لا بالله ما نضحك، انتوما اللي كتضحكوش. لا انت انا عارفك صريحه اللي كاينه غتقولها. لا والله غنقول لك الصراحه، لحقاش ما تيجينيش شي اسم غادي يستاهل نديرو هو لقب ديال قناتي اكثر من اسمي. برافو على فما وكان، تبارك الله عليك حنان. لا حقاش انا تنفتخره براسي انا حنان. الله يعطيك الصحه، وحققت بزاف تاع الاشياء في هاد الدنيا، وتصارعت مع الزمان وتصارعت وحاربت الاعداء ديالي، حاربت شحال من واحد بغى يكسرني ابار لاشين ماشي تندوي لك انا في الحياه. يعني هاد الشيء عطاني انا واحد اللقب نفسي مع راسي الحمد لله. والله لا قوه كبيره، اقسم بالله ما تنتسنى شي واحد يشكرني ويقول لي حنان تبارك الله، شاكره راسي حيت خدمتي، حيت خدمتي وضربتي تماره حنان الحمد لله. يعني الدليل على انني مفتخره براسي حنان هيدي كلشي غادي يشوفها. اشنو هذيك محروقه؟ انت براسك واقيلا ما عارفاهاش. لا والله ما عارفه، مقطعوا لي جوج ديال النص في يدي. يا الله انت براسك واقيلا غادي تعرفيها. لا والله ما عمرني انتبهت، اقسم بالله العلي العظيم ما مشكل ليا ولو. لا وهذا اكسيدون، هذا اكسيدون ماشي خلقه، اكسيدون طبيعي. قلت لك هذه عطاتني لينيرجي كبيره في حياتي. هي ماشي شي حاجه كبيره يعني، يعني مشكل. شنو اللي وقع حنان؟ وهذا موضوع اخر، اكسيدون يعني شي حاجه وقعت، حادثه شغل. ماشي مشكل، ولكن والله ما عمرني انتبهتها. البنات ما كاين اللي ما نمشيوش بعيد، عائلة زوجي راه جاو خطبوني كلشي، زوجي اكيد كانت عندي علاقه معاه قبل ما نتزوجوا. عارفين يا ايها الناس، بزاف الناس كانت عندي علاقه معاه من قبل ما نتزوجوا، يعني عارف ايديا اصلا. هادشي قبل ما تزوجتي؟ قبل ما تزوجتي. انا عمري ما خدمت، ما تزوج، كنت فقط تنصوب الحلويات وداكشي في داري. عائل زوجي في الجو خطبوني، زوجي قال لي، قلت لي قول لداركم راه صبعنا مقطوعين. قال لي تهميني انا باغي، ولكن كنت رجلك مقطع. لا عمر شي واحد قال لي راه عائل زوجي خطبوا كلشي وشاو. ملي مشاو شي بنيته صغيره شافتني ملي مدخله البلاطو، ما انا الحمد لله تنشقى بايديا تندير بها كلشي. نورمال شفتي ولا شكون شي حرك الطبلة؟ هذا منين مشاو شي بنيته قالت لهم راه ملي كانت هازه البلاطو شت عندها شي حاجه في ايديها ماشي تلي. البنات الصغار تيلاحظوا. هما يعيطوا للزوج ديالي وسولوه، قالوا لي راه عندها وعندها وعندها وهذه وهذه. قال لهم انا ما قلتش لكم يلا تشوفوها واش. سبحان الله العظيم، ديك السيده باغيها وكنبغيها وخاصكم قطع عليها رجليها. انا اللي غنتزوج بها، حتى واحد ما غادي يتزوج بها. سبحان الله، انا اول مره كان انا عرفت، والدليل انها ما مشكله ليا حتى شي عائق في حياتي. لا هي ماشي شي حاجه زوينه، انا كنقول للناس راه عندي صبعاني مقطوعين. لا هي ماشي البنات شي حاجه اللي هي ربما تكون عندها شي اعاقه ما تيبغيش يبينها، او شي حاجه داخل كلنا عندنا شي حاجه. هادشي هذا موضوع بزاف تاع المتتبعات باغيين يعرفوا عليه، خصني ندوي عليه. خصني ان شاء الله فيديو، خصني لي فيديو ويكون ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا ماشي بالعكس، ماشي شي حاجه كبيره. لو كنت عرفت هي الدوله هذا باش تقطعوا لي صبعاني كنت في السن المراهقه، عندي 16 عام. شحال صعيبه تصوري السن صعيبه يا حنان. او ولا صعيبه، صعيبه بنت في المراهقه يعني النقطة ديال ذاتها كتحس بها. وكانت خرجت لي حبوب، فوالا عقدتني مرضتني سطاتني في حياتي، تنقول لهم بعيونهم بأي طريقة خص ديك الحبوبة تحيد من هنا. منين تقطعوا لي صبعاني كونوا واقعيين، اختك يلاه ستطلق الشهر، يلاه وغنتعلم طراسي حجباني، يلاه بديت تنحس بالأنوثة ديالي. أكيد يعني المراهقة راه هي البنت كتحس براسها. وأنا جاتني المراهقة على راسي، من طفولة الشباب باغا نلبس باغا نقاد وباغا نبان لي انا احسن كاملين. كتوصل في داك السن فين تقطعوا لي صبعاني؟ واو اجك كوكا اجك داك السن فين تقطعوا لي صبعاني؟ ما بقيتش تنشوف صبعاني تقطعوا قد ما تبقيت تنشوف النفسيه ديالي
سبريسات غتهبط الماء فين ماتت النفسيه ديالي. وليت متبعه عن طبيب حقاش عام وانا تندير العمليات على ايديا وداكشي حقاش كانت من اصعب الحوادث بحال هكا على الايدين هي ديال ايدي انا ماما. منين بقيت متبعه عن طبيب متبعه عن طبيب نفساني تيخدم معايا على كيفاش نواجه جاب لي الله راه يدي معلقه هنا من غير كل كلشي الناس كيشوفوا فيها اي واحد كتكون شي حاجه كيحسبوا كاع الناس كيشوفوا هي راه ما كاينش نتا انا دابا شي حاجه سدنا وكلينا وشربنا وجي جي باسي دونس وتيجيو عندي الناس تيجلسوا عندي ايام تياكلوا وشربوا تنصبوا وشقوا سبحان الله بالله ما وريتهم ما كتشوفوهم انا ما كتبانش نهائيا اقسم بالله وما وريتهم تبان الله يخليها لك يا ربي امين الله يخلي لك صحيحتك يا ربي سبحان الله العظيم دونك دوزتي بزاف يعني اي درجه كنت معترف فيها كنت تعطيني قوه ولكن هذه وسيرتو لاج اللي قلتي دابا ماشي ساهل شي مازال انسان كبير ولا بنت كبيره ولا مراه كبيره غادي دير عرفتي المراهقه كما قالت حنان حبوبه كتعقدك ولا سميتها وخصك ما تخرجيش ومن عند الله كتخرج غير في ذاك النهار اللي انت خارجه فيه ولكن الحمد لله لقيتي مساعدة من العائلة مساعدة من كلشي ساندو بزاف والدين خوت غادي تبكيني يا جميلة تجاوزي هذا الموضوع لا ما بغيتش نبكيك حاجة وإنما حيت هو نقطة صعيبة بزاف لا يعني والله ما نبغيش تفوت الفرصة وما نشكرش الأم ديالي أكيد راه بغيت نبكي ولك حل غيدير ليا هاد لا حيت غنبان زوينة في الفيديو لا هذيك عندنا حتى الآخر ضروري من داك السؤال غير وجدي دموعك كنسمع بزاف ديال اليوتيوبرزات اللي كيتشكاو من واحد المشكل اللي كنا عشناه وأنا واخا يلاه جاية غير البارح باقا عاد بادية مثلا شو شكون اللي كيعير في لي كومونتير يعني من اي جنسيه تبارك الله حيت كاين مغاربه جزائريين تونس ما شاء الله العالم تبارك الله كله كيتابع دابا الانترنت شكون اللي كيعير شكون اللي كيدير ميساجات ولا دي كومونتير اللي هما خايبين في لاشين ديالك شكون اللي كيهاجم حنان بعدا ندويو على الدول الاجنبيه ما تيعيروناش ما تيعيروش لا نكونوا واقعيين الدول الاجنبيه ما تيعيروناش سيعيرونا غير العرب ديالنا منا فينا منا فينا فوالا دونك وانا كان التعليق شويه اللي هي سلبيه شويه تتبغي غير تنصحك واحد النصيحه ولكن تنظن انا بان ما قصد ما قصدها والو غير ما عرفتش كيفاش توجه لك الرساله فوالا ما عرفتش كيفاش توصلها اما انا فين ولاو عندي التعاليق ديال بصح والمعيور ديال بصح مني بديت تندير اشهار لمحل الافاتار داكا يعني في الاول ما كانش لا كونت انت كثيره كانت وحده التعاليق حتى انا انت التمس ما ماقدش نبلوكي هو نقد بناء ما تنبلوكيش حقاش تنحلل هذاك الميساج تنحلو كيفاش السيده راه ربما ها كيفاش كتبغى تصيفطو وما عرفتش كيفاش توصل الميساج كيفاش توصلو ما عرفتش وحتى كان يمكن ما كانش معيول يعني كانت الانسانه كتعتق النقد بناء كان تعليق بناء فوالا كان تعليق اللي ممكن تستافدي منه ممكن تغيري علاش ما درتيش هذيك تزيدي هذه هذا دونك هذاك بشي طريقه اللي ماشي مشكل هذيك دايزه ملي وليت ندير اشهر المحل فطا وتما اللي ولا عندي المعيار ديال بصح تما كنت الدق ولكن انا اكيد عارفه شكون تيعير و شنو 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 جوابك حيت حنان مطبخ حنان ام وصال البنات هذاك النهار فاش درنا لايف كيقولوا لي واش هاد السيده هي اللي عندها مشكل مع مهم بقاو يعني بعد سميتو بقيت نقول لهم انا على حساب ما كنعرفك مزيان ما عندك مشكل مع حتى شي واحد واش بصح عندك مشكل مع شي حد ولا لا الحمد لله والشكر لله وها انا مطبخ حنان ام وصال اللي عمرو سمعني مضاربه فشي لايف ولا تنعاير فشي لايف ولا هذا يخليها لي في لي كومونتير انا ماشي من داك النوع ما عنديش نهائيا ما تنقدرش نمس الناس نهائيا شي ولو انسان يمسني ما تنمسوش تنجاوبو بطريقه اخرى شنو ممكن تقولي لنا حنان على انك مشيتي لواحد البلاصه مثلا دابا انت مثلا مشيتي لافاتار صورتي ياك الا كان مصورش في لافاتار لا مشيتي صورتي مشتريات مثلا انا مشيت انا ما خلى لافاتار ماشي انا اللي مشيت قلبت عليه باش نصور عنده حيت بغيتك تستري الناس هذه النقطه اللي دايره انا محل لافاتار منين عرفت هو يوتيوبر اقترح عليا بقى ندير ليه مشتريات فوالا قبلت اي واحد في اليوتيوب ما غاديش يكره واحد المدخول ما غاديش يكره او راسه بواحد هذا
مي باش انا مشيت قصدا او خدمت مع محل فطاغ قصدا بانني ننافس شي قناه اخرى. صح ابدا ما كاينش، يعني ما كاينش هاد النيه ابدا. والله بغيت انك زعما هاد النقطه بغيت نشيرها طبيعي. لا ماشي من طبعي حبيبتي انني ننافس شي قناه، لا لا ماشي من طبعي ننافس اي قناه. وباش تعرفيني انا ما تنافسش، انا ما تنسجلش فيديو عنده، لحقاش هو عنده انسانه واحده اخرى اللي تتسجل عنده فيديو. انا تندير فقط مشتريات في الدار، يعني انا كيبان لي على ان اي واحد مثلا عنده محل بغى يعطي لهاد الانسانه دير مثلا فيديو في فلاشين ديال في فلاشين ديالها، وبغى يعطي لواحده اخرى بالمشتريات وجوج كاع وهذا واحد. دابا انا المشكل يضرني في راسي هو انا تنعتبر محل فطاغ تنعتبره شريكه، حقاش كيف ما يمكن خدمني انا معاه تندوز لي مشتريات كيف ما يخدمك انت، ممكن يعطي اي واحد كيف ما ممكن يخدم. وانا ما غاديش يضرني الحال لا صبحت غداشتك انت حطيتي فيديو تديري مشتريات محل فطاغ. هو تبارك الله بحال هاد لي كرون سيرفاس راه ملايين اللي كيديروا، حقاش هما محل فطاغ راه ما شاء الله راه تنعتبروا حنا شريكه. تبارك الله ما شاء الله، يعني راه اسم معروف داخل المغرب وخارج المغرب. الا خدم جوج ديال الناس انا تنسجل معاه، انا الاولى وجيتي انتيا بديتي تسجلي معاه غنمشي لك للتعاليق ديالك او نصيفط لك الجروب اللي عندي في الواتساب او الجروب اللي عندي في الفيسبوك. لا هادشي ما خصش يكون، غنقول لهم سيروا حقاش هادشي اللي وقع لي انايا، هادشي كيوقع لي انا في اي فيديو. اي فوا تنحط الفيديو تيجيني هجوم جيش فلاني تيسبني في التعاليق ديالي، تيحطش تعليق بناء، تيعايرني بهذا المصطلح. تيعاير هو ما تيعرفك ما شافك ما سمعك، ولكن عاوتاني استسمح البنات حتى الانسان اللي تيسيروا الانسان ماشي انسان سي نورمال، ما خصهاش. واش انا متتبعه ديالك تنتفرج فيك غادي اين فوا تقولي لي سيري القناه فلانه وفلانه وعيري ولاد عيريها ولا هذا ماشي نعيرها؟ لا خصنا نلقاو شويه. المهم ما ندويش في هذا الموضوع اكثر، انا ما عندي حتى شي مشكل. انا بغيتك حيت قلت لك انا تيجوني بزاف تنشوف تعالك واش فلانه غير داك ما رضيت معاك كلشي من بعد الاتصالات واش فلانه هي اللي هادشي ما خصوش يكون نهائيا. لا الحمد لله لا حنان ولا انا ولا الاخرى ابدا. واش عندي شي مشكل مع محل فطاغ مع اي قناه يوتيوبر اخرى تخدم مع محل فطاغ؟ ما عنديش حتى شي مشكل مع اي قناه. الله يسهل على كل شيء، هذاك الشيء اللي كاين الله يسهل على كل واحد. تبارك الله حنا يولي كبير ان شاء الله تعالى، علاش لا؟ حنا 20 يوتيوبر ان شاء الله، ماشي حي يوتيوبر وحده وكل واحد. لا هنا باش تنعرفوا راه غنضرب قصح شويه في هضرتي عارفه. لا 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 هنا باش تنعرفوا انسان في واحد السم في قلبه من الداخل، لحقاش قلبنا زوين ما فيهش السم. انا خدامه معاك وغنسمعك تيجي وحده اخرى خدامه معاك غنوض ها علاش هذيك السيده تخدم معاها؟ لا بصح ولا تعايرها ولا نمشي نسبها ولا حشومه ولا كيدخل عندك بعد ما شفت انت تقول شي حنا كنا اصلا داخلين عندك باش نديروا لك غير ديزلايك ونعايرك، ولكن ملي عرفناك انك انت مزيانه وهذا بقينا معك. عرفتي بزاف البنات كيقولوا عليا وكنشكرهم من هذا المنبر، الناس كيقول لك حنا داخلين كنا داخلين غير باش نسمعوا فيك سبان ومعيور وما خلوا وما قالوا، ولكن والله يسامح كل من ظلمني. ما معليش حنا مسامحين كاع الناس، انا من ذاك النوع اللي تنسامح حقاش اكيد حنا تنديروا اخطاء كنطلبوا من ربي يسمح لينا فيها. وكيفاش ربي غير ما نظلموش حنا؟ لا الحمد لله ما غاديش نشكر لك راسي. لا باين ما نقدرش انا، لا واحد الخوافه خلاها خويا عندي عقلي دجاجه والله يا اختي ما نقدرش نظلم شي حد، ما نقدرش ندي ديال الناس ونخاف، نخاف على راسي كنت خاف انا قبل لي والله العظيم. حنا كنقولوا لنا وليه الحمد لله اللهم لك الحمد الله يهدينا. هادشي اللي كاين الله يسامح كل واحد واليوتيوب تبارك الله واخا يخدم فيه المغرب وفرنسا كلها وشنو شنو كلشي تبارك الله ما غادي وحتى واحد ما غادي يقرا واحد وحتى واحد ما كياخذ رزق الاخر. وتنتي خصك تقدمي من عند محل الافاتار وتشكري الملابس ديالك ان شاء الله. ان شاء الله غادي توعديني كي تقدمي من عند محل الافاتار. والله الا تقديت عنده ملي كانت نيت ملي كنا في اسباس شخي ملي كنا في اسباس شخي باقي لهاد لحد الان. والدليل فاش كنت جايه في الطران داك المره في الطران اللي كنت من سلال الرباط كنت لابسه واحد التريكو ديالو عرفتي ما كنحيدوش داك الكري حيت فريمون. وعلاش ما تقوليش في داك اللايف هذا ديال محل الافاتار؟ ونسيت ما كنت جايه دايخه بعدا جايه كندير هكا دايخه. شوفي انا دابا اللي تمني تندوي على محل الافاتار صحاب عندي النص فيه خدامه معاه فقط لا غير واحد الانسان اللي هو للزوجه ديالو تيستحق انك تجبدي الاسم ديالو بحال دابا حنايا مع رشيده اينا فيما مشينا كنزدو اسباس سوغ لا ميم شوز تيستحق هذا الاسم ديال لافاتا انه يتجبد الاسم ديالو حقاش يستحق ان يتشهر في صح. واحد الانسان كيكون طيب وكيتعامل معاك مزيان ما يمكنش ما هو لا الزوجه ديالو الله سي يونس ما هضر لا هو لا مورا لا سي يونس الله يعمر هضر. تنقول لكم
ها الشابو ديالكم اللي درايه بجوجكم تحيه كبيره ليك. اشتغ مقلبهم كبير بصح بصح. يعني انا من خلال التواصل ديالي معهم وجلست معهم وشاركت معهم الطعام وكل شيء زعما صراحه قلبهم كبير وتيبغيو الخير للكل الناس كلهم كيبغيو الخير للبنادم باغي بهذا المعنى هذه تيقولوا لك كما تناكلوا حنا خبيز بغينا ناكلوا الناس ناكلوا غاديون غاديون كما كيقول النصراني تصوري بصح. اما انسان تيدوي معك براه كاين حنا دابا ولينا تنشوفوا كاين كل واحد تيشوفها في راسه تيقول لك لبست انا خلي الاخر عريان لبست انا خلي عمر شغل تيشوف اللي قل منه هذا الشيء علاش انا جيت انا جيت خلاوه الدراري انا جيت جبت لاشين ديالي جميله والله والله القسم سانسيغمون حنان بغيت نعطي نظره ثانيه للاسره المغربيه ما بقيناش بغينا نبقاو ديما غير واه بغينا نطلعوا كاملين نتعاونوا كاملين نرجعوا للجوره ديال الزمان علاش نقول لك غيجي واحد النهار غنديروا غيجي واحد غيجي واحد النهار وغنجمعوا فيه حنا اليوتيوبر كاملين ان شاء الله يا ربي معروضين او هذا ما عرفتي جامعي اليوتيوب او هذا غنكونوا مجموعين كاملين بغينا تكون نظره تصوري ان انت تتفرج فيك انا عارف قناه مازال تقدر تشوف ان شاء الله لا انا باغي ندير علاقه مع كاع الناس ربي يخليك تصوري انا اللي تتفرج فيك عارف قناه وحاقده عليكم مريضه من جهتكم تنحملكش وهذه ومن نتلاقاو ندير فيك هاو انا راه ما عنديش هذيك الطريقه لا لا حتى انايا بالله كنبغي كاع الناس يكونوا صحاباتي وخواتاتي قش هذا العالم الافتراضي جينا باش نكونوا في اخوات باش نبينوا على التضامن ديالنا مع بعضنا باش نعطيو نظره زوينه نعطيو نظره زوينه للشباب اللي طالع نظره زوينه على المغرب المغرب والمراه المغربيه صوري الناس تمشي للقنوات التونسيه والجزائريه والمصر اقسم بالله عندهم المعيون سبحان الله العظيم تتلقاي قناه مصريه كاع القنوات المصريه حاطين لها تعاليق كاع القنوات حاطين لها تعاليق كيشجعوا بعض كيشجعوا بعضياتهم حنا كنهرسوا بعض ولا تتجبد شي وحده تتجبد شي يوتيوبر في قناتها تتجبدها بالخير وتتشجعها وتدعمها وراه هادشي علاش تقول هادشي هو اللي كان خص يكون والله ديما خلقت شي اللي نقول فوالا دونك غادي نمشيو للسؤال الاخر اللي هو على شحال خديتي الدرع يا لالا النساء على شحال خديت الدرع خديته على 100,000 مشترك وانت اللي كتصيفطي لها ماما ملي وصلتي ل 100 وصلت ل 100,000 مشترك حيتاش لما صيفطت لهم شي ميساج ما غاديش يراسلك هما نهائيا صيفطت لهم انا ميساج ملي وصلت ل 100,000 مشترك صيفطت لهم ميساج من وراء الميساج قالوا لي غادي نراجعوا القناه وراجعوا المحتوى ديال القناه ديالك الا كان يستحق انك تاخذي الدرع غادي نعطيوك الدرع صافي عاودوا راسلوني قالوا لي يا ربي ان رجعنا المحتوى ديال القناه محتوى جيد وصيفطوا لي رساله الحمد لله يعني تعوضت الحمد لله الحمد لله صافي ابري صيفطوا لي واحد الميساج قالوا لي راه غادي غيجيك واش المعلومات باش فاتحه القناه ما غتغيريهمش واش ما غتغيريش اسم من بغيتي ديري الدرع اسم من بغيتي ديري قلت ليه مطبخ حنان امي برافو افتخر الاسم ديالي وفي الحقيقه كان الحمد لله يعني وجه خير الحمد اكيد لله. في كل شيء رغم الحمد لله باردون مشى الصوت دائما انا الصوت مشى حنا راه الشتا وتنتبردوا الله يلا الشتا الله يعطيك الخير شكرا لك صحه وراحه دونك حنان على 100,000 ابوني عاد كناخذ الدرع كما تبارك الله ماما تلكم ولكن الا ما رسلتيش الميساج مي صيفطوه لك شو خدمت لي 200,000 راه انا الغرض بهذا انكم كل مره تسمعوا شي حاجه اللي غتفيد لا ضروري ملي توصلي ل 100,000 مشترك هما تيكونوا عارفين باللي انت ولكن تيتسناوك تكون مبادره من عندك انت اي فوا ترسلي لهم ميساج بانك وصلتي ل 100,000 تيقولوا لك راه حنا زعما رافعين من انك وصلتي غير هما تيبغيو من عندك ديك الرساله صافي ابغي تيخدموا على القناه تيراجعوا المحتوى ديال القناه على ما اظن الله اعلم يمكن لا هما اليوتيوبر كاملين غياخذوا شوفي اي واحد عنده قناه في اليوتيوب غياخذ ما نقولوش اللي تيدير في قناته ولا تيدير في قناته ما غاديش ليا 100,000 كتاخذي كتاخذي الدرع واخا تكوني ما عرفتيش كتديري في قناتك صح صافي غير يكون المحتوى جيد ما تكونيش تعيري الناس ما تكونيش هذا ما تفوتيش الخطوط الحمراء اللي هما دايرين خص الانسان دائما يكون عارف البنود ديالنا احسن حاجه الانسان يبعد على الموسيقى بصفه عامه مشكل يعني راه ما يوقفوش لك الفيديو غير ما تكون دير هذاك الفيديو ما تستافديش منه انت فهمتي عطينا واحد الموسيقى في اليوتيوب انا نخدموا بها كنفضل نخدم بالموسيقى احسن كنفضل وانا قلت لك واحد الحاجه تنخدم تنسجل بحال ماك شي واخا يكون شي خطا تيدوز قسما بالله ما تندير المونتاج وما تنمسح
عبرتي ما كتقطعي ما والو، تنسجل الفيديو كما هو تنحطه هكا كتكدير، وربما هذاك الطريقه باش نحط انا الفيديو اللي خلات الناس تحبني الحمد لله. ما نسجلتش الفيديو تنجي نعس وتنبقى داويه في ندير تسجيل، ما عنديش مالك الطريق امتى تنديرها قليل، الا كانت فشي طريق وسطا ولا حتى انا كندير شتي تعال برا تنصور مباشره بالماسك تكون ديجا في الطريق وسطا، الا كان عندي شي خطا ولا لقيت راسي خطات في المقادير ولا خطات في هذا تنصلح تندير تسجيل وتنصلح. اما اكثريه ما كاينش سجلوا له سجلوا له الشعبيه، حنا شعبيه والله العظيم الشعبيه، وهذه هي اللي كتوصل الانسان الحمد لله لقلوب الناس كامله الحمد لله. كاين واحد السؤال هو اللي زوين بزاف ايه، واللي هو لما تبغي تقولي شكرا يا حنان، لما تهدي بزاف الناس نقول جوج ديال الناس عندك الحق تقولي اللي بغيتي، المهم لما بغيتي تقولي شكرا على كل ما وصلتي وكل ما حققتي على ابغى راسك من طبيعه الحال انك تبارك الله ما شاء الله يعني بنيتي نفسك بنفسك، ولكن لما تبغي تقولي شكرا على هذا الشيء اللي وصلتي ليه. اول حاجه تنبغي نقول شكرا اكيد للام ديالي اللي هي فاطمه، ام حنان فاطمه الامينيه، تحيه كبيره لاله فاطمه لاله يخطيك، تنبغي نقول لها شكرا 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 ماما، وكلمه الشكر قليله في حقك اكيد حقاش انا مزوجه وبولادي وباقا تتعب معايا، باقا تجي وباقا مسكينه تقول لي ما تعصبيش على هذه وما ديريش على هذه، باغا تخدمي خدمي وما تسوقيش لهذه، انا راضيه عليك بنيتي انا هذه بارك غير داك الرضا قسما بالله. و ثاني حاجه عاوتاني نبغي نشكر ما ننساش الزوج ديالي، كنوجه له جزيل الشكر حقاش تيكون في السفر، حقاش انا راجلي دائما مسافر دائما راجلي انا مسافر مسكين الله يسهل عليه الله يسهل عليه، دائما راجلي مسافر تيجي بعض المرات من السفر تنكون ما شفتوش سيمانه قسم بالله، و تيلقاني تنصور تنبغي نقطع الفيديو تيقول لي ستوب كملي التصوير ديالك، عمره ما جا من السفر وقال لي لا لا انا ما كنتش انا يلا جيت غير تصوري عطيني ناكل ولا عطيني هذا ولا هذا، لا تيدخل تيلقى حقاش بعض المرات ما تيكونش عارف بانه جاي تيجي على غفله، و تنبغي نقطع التصوير حقاش انا من داك النوع اللي تنبغي ما نبغيش نخلي القناه تاثر لي على طبيعه الحال الزوجيه بصح الزوجيه ديالي لا وليدات ما شاء الله بوحده اصلا دابا غاده بالقناه ما مشكله لي حتى شي عائق في الحياه ديالي، حقاش انا بغيت نخليها ايجابيه ما بغيش نخليها حيت بعض المرات كتولي سلبيه على ذاتك وعلى صحتك وعلى توقيت وعلى وعلى وعلى، انا اصلا تنسجل وانا تنشقى في الكوزينه مزيان يعني ماشي تنضطر انني ندير شي حاجه اللي ماشي في الجهد ديالي بصح، لا انا كنتعرف حالي ولا تنضطر انني نبدا نتصنع في ذاك الفيديو واجي وندير الكريب بالشوكولاته اليوم الفطور وندير العصير وندير هذا لا فتره باتي غنسجل اتاي داكشي اللي كاين الخبز بيت غنفطر غنسجل خبز بيت تحية كبيرة لوليدة الشام وهذه هي حنان اللي كتعرفوا دائما يعني القلب الكبير والبساطة اللي كتلمسها للناس راه كتلمسها دابا اجي نقول لك كتلمس والله إلا كيلمسوها حنان ربي يخليك حبيبتي الله ينورك عرفتي حتى هي غزالة غزالة الله يزين يا نتلاقاو معاها لا علاقة الجميلة في القناة واعرة حلوة عرفتي ديك التمرة اللي تتلقاو معاك حلوة هي هاد الإنسانة قسما بالله ما شنو كنت بغيت نقول لك، وانت كتباني لي اصغر بكثير قبل ما ننسى عرفتي كتباني لي في الفيديو سبحان الله العظيم شفتي ولازيم قالت له لا في الفيديوهات كتبان كبيره ماشي كبيره يعني بعقلها وداك الشيء ماشي هذاك يعني راه كيحمق لها، ولكن هي مازال صغيره وتحيه كبيره لبنت عمي امينه امدح كبيره راه ولا قدي في الطاوله لا ماشي كبيره الزيف فاش كديري الزيف كتبان شكلك انت صغيره يعني انت صغر منك بزاف غير لا خصك تعافي حنان خصك تعافي شويه عافاك والله اختي تا كنبغي ناكل فخاطر غير مره وكولي حيد العشاء البنات قولي تعشاش والله اختي ما تنتعشى لا عرفتي علاش انك ما شاء الله عليك تبارك الله جمال وخفه تروح عرفتي كون كنت نتعشى كوراني قدها لا واه اختي لا واه صاحبتي والله اختي كون المره المغربيه ما تبقى زبالته صاحبتي البنات قولوا لها لا تبارك الله ما شاء الله انت كل اللي تبعتي القناه ديالي عندي نظام غذائي تناكل اكل اللي هو صحي صح يعني البغري بزاف ومسمن بالشحمه حيت دابا انت مع حق الخدمه ديالك مع القناه فيها الماكله ما نقولكش غاتاكلي كتاكلي السكري بزاف ناكل قبل ما نسجل لا كتاكلي السكري بزاف بحال واحد بحلوه مثلا داكشي اللي كطيبي كتاكلي هذا البنات قسما بقيت ناكل الحلوه بزاف راه كنت كنصاوب الحلاويه يوميا تنصاوب الحلوه يوميا مق مق داكشي مني ما بقيتش نصاوب الحلوه ما بقيتش ناكل الحلاوه صافي مزيان بحال وقال داك الخزان ديال الحلوه شحال هذه باقي كيعطي الله يخليك صحتك و شوف انت ما شاء الله عليك جميله وروحك مريحه كما قلت لك يعني باش باش حيت شوف المراه دائما انا كناكد على المراه تكون قلبا وقالبا تكون شكلا مضمونا تكون جميله في كل شيء، وعمرنا كما قلت لكم دائما
انا رقيقه، الناس كيقولوا لي ويلي جميله كتباني في الكاميرا، ما بانش لك كنبان في الكاميرا غليظه شويه، ولكن انا لا انا 36 كان 36 يعني 36 حتى 38 ام و ال، دونك ما غليظاش. كيقولوا لي جميله، انا راضيه على راسي كما انا، دونك حنان كيبان من التفاصيل واش كدوي، وهذا راضيه على راسها. انا اللي كارونتين مرحبا، حنان الاصغر مرحبا، كنتي عندك 50 عام مرحبا، عندك الا والله الا قبلنا على راسنا كما هنا. ماشي ضرني بنادم يقول كبيره ولا صغيره، لا ولكن ما شاء الله والله الا باقا صغيره بلا زيف والله علاقه بزيف فريمون سانسيرمون، وراه هي هكا راه سبونتاني هي بحال هكا، زعما ماشي غير قدام الكاميرا. وانا كنتي كتعجبيني فراسك، كنت كنشوفك قبل ما تابونيت والله العظيم، وكنت للاسف كنت من لي فان ديال واحد اليوتيوبرز ولا جوج ولا ثلاثه، ولكن صدمت بصراحه. مي كنتمنى ربي ما يخيبنيش مازال مره اخرى، لان ملي كتكون فان ديال واحد الانسان وكتصدم فيه ولا هذا كتخربق، كتحس بحال كنفقدوا الامل. ولكن ملي مشيت عند مامات الكل تبارك الله وعند حفيظه تحيه كبيره ليها وعند دوك الناس والعالم ديالهم وعالم وفاء وطبخ ليلى، لقيت بان كاينين الناس مزيانين وتبارك الله ما شاء الله. مطبخ حنان امي صالح حتى هي، فتحيه كبيره لليوتيوبرز ديالنا. وانا كنشوف اليوتيوبر كاملين المغربيين والله العظيم، والله انا بنات ولاد رجال دراري صغار كلنا هذا الشيء اللي كاين. تحيه كبيره. وتنبغي واحد النقطه، تتقولي لي انت شعبيه بزاف. اه شعبيه. دابا انا في الفيديوهات ديالي خاصني نعطيهم نعطيهم قدوه من حياتي كما كندير انا، نعطيهم فيديو على حياتي انا، يعني ماشي انا تنعيش في واحد الجو ونجي حقاش باغا نصور لهم نقول لهم هذا الشيء اللي كيدير نفطر باتاي وخبيز وزويت العود ولا هادي وهادي هادشي باش نفطر، ماشي حقاش درت القناه راني نقول لهم لا تندير هادي وتندير هادي ولا ما كانش هادي ما تنفطرش ولا ما لا صح. خصني انا كيف نوري كيف ما انا تنقول لهم بعض المرات تنكتب في لوتيتخ الشعب روتين شعبي 100%، يعني خاصني نكون تنمثل الطبقه الشعبيه. داكشي اللي كاين كتصوريه ما كتزيدي، خاصني نكون تنمثل الطبقه الشعبيه. الا قلنا طبقه شعبيه حيت حنا منها اصلا، راه تتفطر باتاي وفرماج وهذا تدير وماشي كيما فرماج طويجين في طريف ديال اللحم وخضيره وغدا وهذا والمهم هو اننا ناشطين وعايشين الحمد لله السعاده، والمهم هو اننا مرتاحين ماشي راضيين على نفوسنا. اه اللهم وما تنقصوا حتى واحد وما تهضروا حتى شي واحد، هذا هو كل شيء. يعني هذا الشيء اللي بغيت ولا جو بونس القناه ديالك تبارك الله نجحت بلا سبونتاني اللي عند حنان، شو بالكم البنات الحمد لله ماشي تصنع والله ما تصنع. انا بحال ماك، انا اللي قلت لك واحد الحاجه غير الجيران ديالي كاملين تيتفرجوا في اليوتيوب، يعني لا غنكذب داكشي اللي تنقول انت انا جيران العائله طبعا، ولكن اللي ما تيعرفنيش وتيعرض عليا الا كانت عدو اسبوع ولا شي حاجه ملي تنقول لا لا حفظك الله تتجي عفاك بغيناك عاد نضحكوا شويه علاش حقاش انا فيا الضحك تيعرضوا عليا واش مش عندو باش نخلق الجو باش كتسالي من لحقاش انا فيا الضحك انا راه انا ضحك دابا واخا تشوفي جماعيه وفيا الضحك ما يمكنش تجي عندي مغوبشه ونخليك تخرجي مغوبشه، انت بحالي انا نبكيك بالضحك عاد تخرجي انا بحال ما سبحان الله العظيم الحمد لله. دونك داكشي اللي كتعيشيه كتوريه الناس، يعني هادشي راه ماشي ونقصان، هادشي راه ماشي ماشي غير دابا ماشي حيت في القناه انت هكا دو ناتشور. من بكري انا بحال ماك، من نقصت فراسك راه بعض المرات تنتصنع شويه انني نخدم ادبه وبعقلي ومعقوله ما نعزلني موت راه الا كانوا يشدوا كاميرا ويسجلوني انا كيف انا العادي تنقتل بالضحك عندي كلشي ضحك كلشي ولادي خالقه الكوميديا انا وياك تبارك الله ما شاء الله مزيان والله لا وما شاء الله تبارك الله وليداتك باقيين صغار الله يخليهم لك الحمد لله. صغيره شحال عندها يا عند مزيوده رميساء؟ زايده عندها 7 شهور دابا رميساء. رميساء الله يخليها لك. والكبير في وليدات؟ الكبير في وليداتي عنده 16 عام ما شاء الله الله يخليه لك. وصلاح الدين عنده 13 عام. عندك جوج ولاد؟ جوج ولاد وجوج بنات. انا وياك ليغاليتي جوج ولاد وجوج بنات جوج ولاد وجوج بنات الله يخليهم لك الله يخلي الناس بعضنا كما كيقولوا الدريات كيقول لك جميله واش غادي تبدلي؟ اذا تبدلت جميله غتكون حتى حنان تبدلت. شوف اللي كيكون قلبه زوين عمره ما كيتبدل، وهذا الدليل ما شاء الله وتبارك الله جابت الدرع. ممكن تعطينا؟ الحمد لله عطيها لا ما بالعكس احنا ما درنا قنوات خصنا نبينوا لجيراننا والعائله ديالنا نبينوا ديك الشعبيه ديالنا اللي تعرفونا بها، ماشي تعرفونا جيراننا وعائلتنا بواحد الصوره وحنا نبينوا راسنا كلاس زعما رحنا سميتهم. بلاتي اول صح. حاجه غادي تولي صغيره في عينين جيرانك وعائلتك ملي غادي تمثلي واحد الدور ماشي ديالك اكيد، ولا غتعطي واحد الصوره عليك وعلى عائلتك وعلى الطريقه باش تعيشي ماشي ديالك. صرا كلشي غيولي يشوفك
دونك حنان ديال الدار هي حنان ديال الجيران هي حنان بارتو فين ما مشيتو حنان حنان حتى ديال اليوتيوب وهذا الشيء تبارك الله ولا عطاك شعبيه كبيره وبيه وفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الدعاء ديال الميمه ديالي والدعم ديال ديال البنات حيت كاين اللي كيقول لك انا ما دعم انا قناتي لا قناتي كبرتها بوحدي والله حبيبتي ما تجي القدام ودرتيها بوحدك يعني الا ما كانوش البنات ما تتبعت باش تتكبر شتي البنات هذا ماشي ديالي انا والله ما تتبعت ما طبخها انا ام ويصال دونك هذا في خاطر متتبعات مطبخ حنان ام ويصال متتبعات جميله علاش الله يطول عمرك دونك هذا تبارك الله هذا هو الدرع شنو كتبع فيه كويزين حنان ام ويصال فور باسينغ بان كيف فوتي 100,000 سبسكرايبز واليوتيوب كما كنقول لكم دائما دونك هو هذا الحمد لله هكا باش يبان دونك بالصحه والراحه ان شاء الله عقبال الذهبي وعلاش ان شاء الله الالمازي ولا كان اكثر من حتى هو مرحبا الله يطول عمرك حقاش من اليوتيوبر اللي تيستاهلو الله يطول عمرك حقاش ريختك عندك واحد الطريقه في الهضره تتبيني لي بان كل شيء زوين بخير وكل شيء عندك زوين وكل شيء تنستمتع وانا تنتفرج الله يحفظك وحق الله وراه شوف راه حنا خصنا نكونوا بحال هكا كتعطيني الطاقه الايجابيه وانا تنتفرج كنقول سبحان الله العظيم ما شاء الله لا راه بصح والله العظيم راه انا هكاك في حتى في الدار حتى في يعني كنكون في قمه الروينه وتقدر تلقايني الله يطول عمرك تقسيم حتى لوحده عمان انا الرجاء والرحمه في الدار انا داك النوع اللي تنفيق مع 6 ديال الصباح عرفتي الا فقت 8 اطلع ليا تلقاي راسي دارني اه سبحان الله تنبغي نتكونسونطرا في شقايه انا الكوكوط عديش كوكوطة عندي كاملين معليا وانت طيبش الكوكوط عبرت طاجين طاجين وما خصنيش الطاجين اللي نجهد عليه خصني الطاجين اللي طبع لي تانايا تانايا خصني الشليضات وخصني نتفنن في الطبق ديال الغدا ديالي دونك هي اصلا كانت هوايه هاد الطبخه حنان صحمق لا قلت لك واحد القصه ما غاديش سبحان الله القوه ديالي انا بغيت نخليها في فيديو ولكن غنقولها يا مرحبا شكرا لك اول حاجه لكتك. فكرتي فيها ملي تقطعوا لك صبعانك شناهي شناهي اول حاجه فكرتي فيها ملي تقطع لك صبعانك خرجت كان عندي 3 العمليات حقاش سبعاني هادو كاملين كانوا مقطعين غير رادينهم ليا هادو اه سبحان الله شتي ماما غير رادي ليا هادو ودابا الحمد لله مزيان ترونكي الحمد لله شويه ما هذا ما تنخدمش بيني مقطع لي العصب هذا مقطع لي ايوا انا كنضرب شويه وكتشكل مشكل ما تنحش بهذا وهذا مقطع لي من العصب ولكن الحمد لله مساير الحال المهم كتخدمي بهم كتقدريهم نزعم مني نصف ايديا ولكن عطاني بزاف تاع الحوايج عطاني اول حاجه عطاني دار لي الضبابه تنشوف ايدي بخمسه الصبعان انا ايدي دابا تنشوف فيها عاديه سبحان الله تنشوف فيها ما تتصدمني ما تضرني ما تنقول نشوف شي وحده ناقشه ولا الخواتم هنا وهنا ولا البراسليات هنا وهنا تنقول لنا لي شكون كون والو وتنشوف كلشي كلشي ديري ما شاء الله تبارك الله يديتك غزالي انت تنشوف كلشي ديري وهذاك الشيء مع الله اول حاجه مني خرجوني من البلوك كانوا داروا لي 3 العمليات متابعين صافي كان البنج قدا لي على المخ ديالي خرجوني من السبيطار باش نوعى شويه ملي جيت للدار جيت غادي نجلس غير واحد السيمانه وغادي يعاودوا لي واحد العمليه لان خص عمليه مور عمليه باش تقادو من الكلينيك جيت للدار هادي راه الحاجه الوحيده اللي تنتفكرها في حياتي وتتالمني ديال بصح سي نورمال انا رغم انهم دازو عليا بزاف تاع النقاط اللي كانوا سوداء في حياتي تنقول اللي كانوا ماشي عبكاوني مرضوني ولكن هذه كانت ما تنساهاش صعيب صلاه مع مرا بالعائله تاع الوالده عند ماما عامره بالعائله حقاش هادشي تنعاود لك انا باقا بنت وانا نط قلت لماما باقا دايخه بالبرج داكشي حقاش كانوا ديروا لي عمليه من وراء عمليه يعني بحال المخ ديالي تخدر ليا واخا دزت البرج بقيت صدارني راسي قلت لماما غادي نمشي ندخل الدوش قالت لي غنشدك جابتني حتى الباب ديال الدوش وانت دايره هنايا في يدك بلاتي راه دايره الحديد في يديا تعب البنات شويه بزاف دخلت من شفت ماما ها رجعت للصاله ندخل للكوزينه باش طيبي والله العظيم دخلت للكوزينه وهزيت جبت قلت لك غتبكينا جميله والحمد لله شوف حنان هزيت الميكا تاع القزبر ومعدنوس بقى عاقله عليها بحال البارح هزيت الميكا تاع القزبر ومعدنوس وهذا شوفي فين مشيت ما مشيتش الصوره ديالي راه شويه نقصت شي حاجه في الجمال ديالي بشي باش عرفي حبي للمطبخ شنو هو يعني كان عندك ميول ملي صغيره انت فكرت واش غنقدر نقطع القزبر نطيب ولا لا اش بغا طيبي في القزبر جبت الميكا ديال القزبر من الناس قطعت القزبر دايره الحديد اللي يدي ودرت هكاش ودخلت وبديت تنجرب واش غنقدر نقطع القزبر للاسف لقيت راسي ما غاديش نقدر نقطع حقاش انا يعني درتي انا سياج واش نقدر تشديها
وكان دخلت عندي ماما مسكينه الله يخلي ليها صحيحتها ويعوضها. شكرا للام المغربيه اللي كتساند. الله دي مسكينه الكوزينه وبقاتني تندير بغيتي تقطعي. دخلت ماما ديك الليله مرضت ديال بصح شدتني مسكينه وبقات تتبكي وتتبكي قالت لي بنيتي انا هي يدك انا هي يدك اللي منيا واليسرية يعني حسات بك شافت و لا قالت لي علاش انا نقطع لك القزبر ما دمت انا حيه انا اللي قلت لها ماما شحال قدك تعيشي ليا واختي الله يخليها لك الام هي كل حاجه في الدنيا. المهم الله يخليها لي وبارك لها في صحتها. يا ربي امين يا ربي امين. تحيه كبيره للام. كان حافز وكان طاقه كبيره باش يعني كان دائما من موراك. هادشي شنعاود لك في الاول. اما دابا حاليا دابا حاليا تنعيش حياتي عاديه ولكن فضلها هي فضل الله سبحانه وتعالى وهي فضل الله والدعاء ديال ميمتي تنعيش حياتي. دابا تصوري انا تيجي واحد تيشوفني قطعوا لي يدي تتصدم واو ناري اختي. لا بالعكس انا سوقاش لي يدي واش مقطع لي سمعاني ولا لا. تعايشت معاها دابا بحكم انا دابا انا عندي 33 عام وداخله في 34 عام يعني كملت 33 وغادا في 34 شوفي شحال تضربت السن ديالي عندي 16 عام يعني كبرات معايا هاد العاهه اللي عندي تنحسبهاش انا عاهه. نعم ماشي عاهه هي يعني. المقوله ديالها عاهه هي لك الانسان ما انا كنقول عاهه لك الانسان مزيد بها ولادها هذه اكسيدون وقعت ممكن ان شاء الله العافيه تقدر توقع لاي واحد. هي في الوراق ديالك دابا وداك الشيء كتبين لك عاهه مستديمه. انت كنتي كتقراي كيفاش الاكسيدون؟ لا ما كنتش نقرا كتب من داك السي انا خرجت من انا قلتها للبنات يقولوا لي علاش ما تقرايش تعليق في اللايف بزاف وداك الشيء قلت لهم انا عندي مستوى ابتدائي. الله ينور طريقنا بدماغنا وبالمستوى العقلي والقلب ديالنا واخلاقنا. هذه هي القرية الكبيرة. انا كنت خدامة ديال 16 عام. شوف راه كاين الناس اللي هما قاريين وما وصلوش هادشي تبارك الله ما شاء الله اللي حققتي في حياتك. يعني انسان ماشي يشوف واحد الانسان راه وصل ولد وليداته وهذا يسحب وراها يوقف. لا تجربوا البنات تجربوا. احنا دزنا عثرنا ونضنا وعثرنا ما تهرسنا وتقسمنا وتقطعنا على اربعه اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. وشكرت ماما وما شكرتش الزوج ديالي. شكرتيه ناري خوتي اللي حيدتي لي شكرتي قلتي اولا الام ديالي وثانيا الزوج ديالي. تحيه كبيره للزوج ديال حنان. شكرا بزاف وكنشكر كاع الازواج ديال اليوتيوبر كامل. والله العظيم باش شوفي اي وحده فاتحه قناه راه اكيد بالموافقه ديال الزوج ديالها بالمسلمه ديالها شي وحده مزوجه ما فاتحه القناه بلا اتفاق. حقاش انا لا انا تنصور فيديو واش ما غاديش يشوفوا راجل ابوني معايا في قناه اي فيديو تنحطو تيشوفه. لا بصح بالاوكي ديالو قول لي ماشي غير دابا سميتو. لا عمر زوجي صراحه عمره ما قال لي حنان حيدي هذا غشتي هذا ولا ديري هذه ولا ولكن هو عارف تنقول تنبغيه يقول لي الملاحظات ديالو. لا هو عارف 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 حاجه وحده اللي قري لي ما تبقاش عاد تشدي الدراري بزاف الكبار تيبقاو يزعجوهم الدراري في الزنقه ماما القناه هذه قال لي حاولي تقيس بعدي على الدراري الكبار صافي هذه هي اللي. اما شي حاجه اخرى ما تي كل شيء عاجبو كل شيء الحمد لله الله يوسع رزقكم ويصاب لكم افتخر بك. عيط لي على الشاف يا الشاف ماما قلت لك راه الشاف ما شاء الله عليك. الحكومه هذه كلشي كيقولوها تيقولوا شوف الكيران كتفني تبارك الله في الاطباق. انا كنشوف تبارك الله ما شاء الله كتفني. لا صافي لا شوف ما نكونوش مغرورين والله الا غير صافي يعني كتبدعي الحمد لله كتبدا على قد على كل شوف راه حنا كما قالت واحد البنت قالت لهم ماشي نبقاو مثلا شي وحده دارت شي حاجه نبقاو نقولها لا علاش ما درتيش هذه ولا نقارنوها بهذه. كل وحده كتحطي داك الشيء من يدك اللي انت كتعرفي ليه كتحطيه هذاك الشيء اللي كاين تستافدوا من هنا ومن هنا ومن هنا اكيد وكتعطيه. وانا تنعرف ملي تنجلس حدا ناس كبار كتصغري راسي ديال راسي ما تنعرف والو بصح كتصغري راسي تنسول واش يدار في هذه واش يدار في هذه. انا عندي حب انني اطلاع تسمعي وتعرفي حب اطلاع طالع على اي حاجه شتي الا مشيت عندك عضيفه كون كنت انا مشيت عندك وحطيت لي العصير كون قبيله قلت لك اش دايره في العصير حق الله العظيم خاصك تسولي وتعرفي شنو كاين. عصير لا شربت خصني نعرف اش باش مديور تبارك الله ما شاء الله حلو ولا كليت خصني نخرج شاد وما عنديش قلبي داري كلها ما عنديش تكتب سيلولة ورقه تبارك الله ما شاء الله ما تنكتبش ما تنقيش لا ميموار ديالك ما شاء الله كتشد هنا حلوه نكون صوبتها ب 16 عام نعطيك المقادير ما شاء الله تبارك الله الله يبارك ويزيد الله يصنع بها عليك وتبارك الله عليك وشكرا لك بعد الاستضافه هذه اول حاجه وانك قبلتي انك تكوني ثاني ضيفه شرف في لاشين ديالي مرحبا والله العظيم
ونوعدوا المتتبعات ان مازال يشوفونا فيديوهات قريب ان شاء الله. علاش لا في القريب العاجل. انا بزاف تاع اليوتيوبر تصاحبت معاهم ومني تنقرب ليهم وتنعرف الشخصيه ديالهم داكشي ماشي ما نقولش خايبين مي ما ترتاحش انا نفسانيا معاهم باستثناء بعض اليوتيوبر اللي باقي صحاباتي دابا لحد الان منهم على راسهم قناه خوخه خديجه خوخه قناه خوخه ياك سميتها وي اللي عزمت ليا خديجه اليوم مشات حنان ولكن ما ماشي اكثر من مره في النهار تنتواصلوا يعني حتى اللي ما كانش غير الواتساب ولا تنحس بها بحالي بحال الشعبيه بحالي بحالها نفس الريتم انا وياها سبحان الله حتى هي طبخ حتى هي قناه ما عرفتهاش خصني ندخل نعرف خوخه خديجه خوخه لا قناه شعبيه بحالي بصح حتى واش الناس تمشيو تطلعوا عليها والله لا قناه زوينه خاصك تعرف فيها تاعي لا والله ما لا حيت ما كيما قلت ما تيبقاش حتى هي بنتباته اي ما كاينش ناس في مراكش سمحي لي علاش غادي نفوت الهضره عادي مع حنان دائما عادي ديال حنان معودكم على الصراحه وبنت الشعب وفي الارض الله يعطيك الصحه شكرا لكم شكرا للناس اللي كيحماقوا على حنان عرفتي البارح فاش درنا اللايف غير دويتي كلشي حنان حنان كلشي كيعيط حنان ام مطبخ حنان ام يسار كنت كنعس فيها خليت اللايف دايزه تنسمع تنشوف التعاليق الله يعطيك الصحه والله يكمل عليك بالخير وان شاء الله الى الامام مباشره مع كل يوتيوبر اي واحد محتاج غادي نمشيو ان شاء الله كاملين كما كنقول دائما غادي نديروا ان شاء الله يد في اليد وغادي نطلعوا ان شاء الله كاملين كما كنقول في اي حلقه غادي نطلعوا خصنا نكونوا بحال خصنا نكونوا بحال هكا ديننا الاسلامي كيقول هكا فراسك سي تقول لي الدول الاخرين اللي تشوفوا لهم تتعايروا مع بعضيات واخا الحمد لله الله ولك الحمد ملي قلتي هاد النقطه اللايفات من اختي لا واش كاينين الناس كيدخلوا عندك التعاليق ديالنا تلقى جزائريات وتونسيات ما شاء الله من كل من لافاس باش كيدوي من لونكاس ديالنا تصوري هذوك يشوفوك في اللايف عارف جارتك في كازا ويا في كازا ولا في قناه بحالك مغربي كنت كليتي مع الصوره ياخذوا لك حشومه ما نساوش ما نزلش صح صح داكشي تنقول تنقول لنا نلقى نلقاو شويه ما عرفناش اليوتيوب شحال في العمر ديالو واخا مبقى حتى 10 سنين في اليوتيوب تنقول الله يطول العمر الجميع عمري ما غتلقيني في شي لايف تنعير عباد الله ولا تنجاوب عباد لا لا ما نعيرش ابدا ما نزلش لديك المستوى ديال انني انا اللي درت لايف خصني ندير لايف نعطيك شي حاجه تستافد ديالها تستافد ديال داكشي تا هو ماشي غندير لايف غنضرك في راسك وغنبين لك على السم اللي في قلبي ونبين لك على بزاف ديال الحوايج في قلبي لا 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 حاشا ماشي من تقاليدنا ماشي من شي من الاخلاقيه ديال تبارك الله المغاربه اللي معروفين بالجود وبالكرم وانهم كيحبوا الناس والبيبان ديالنا الحمد لله دائما كتحل هادشي اللي بغيت نرجع انا الجره ديال زمان وبغيت نرجع الحب والخوه اللي كانت زمان فبغينا الناس حركه شعبيين بحال حنان هادشي اللي كاين بغينا نرجعوا وليداتنا حتى هما يثقوا بان كاينين باقي الجيران مزيانين باقي الناس مزيانين واخا ما كنعرفوهمش واخا ماشي جارتي هي صاحبتي يعني تواصلنا وتبارك الله ما شاء الله قناه كبيره وداخله القناه ديالتي انا اللي صغير وراك داكدا والله العظيم يعني الحمد لله كنت شرف ليا والله القصر هذاك راه غرور منين ولي نحس انا بشر بحالي بحال حيت كاينين قناه باقي الكبار ما شاء الله بحالك من نفس المستوى ديالك شي مستوى العيش ديالك حتى هو ديالي انا بحال بحال علاش غنف الله يهدي ما خلق حقاش انا قناتي كبيره ولا راه قادره انت في شهر تفوتي خاش عم ما نتغرر نقول انا قناه انا كنبغي نشد الطابور خلاو المسؤولين يشد الصف ولكن الشعبيه ديال الحب ديال الحمد لله الطريقه باش تتواصلي مع الناس هي اللي غتخلي قناتك ديالك ان شاء الله الله يطول عمرك الله يخليك ان شاء الله بنا كاملين نوصلوا كما كنقول دائما ما عنديش ديك الفكره انا ديال يوتيوبر كبير انا باقا شعبيه انا باقا الجلابه اللي قلت لك واحد الحاجه ما تيقاش تشوفوني بها البنات بزاف الجلابه الكحله اللي منقطه بالبيض ديال اسبره عقلت عليها واش البسه غا هي عندي 77 جلابه معلقه كنخيط ونعلق هذيك هي اللي كتقدر تصور بها نخرج بها لقينا وليت معروفه عليها انا مطبخ حنان ام ويصا صافي وما عنديش فكره انني وليت يوتيوبر اللي عارفيني تنتخلص ولا هذا خصني نلبس شي لا كاين خصو حتى يخدم هذا لا اختي باقا شعبيه الله يخلينا في صباغتنا اهم حاجه لا مشيت تغريت وليت بحال صافي ندخل الغرور كيمشي النجاح من برا كيمشي النجاح كيهرب ولا هربوا عليك المشاهدين وتبارك الله ما شاء الله نتوما اللي نتوما اللي كتشجعوا نتوما اللي خليتو مطبخ تبارك الله حنان ام ويصال ومطابخ اخرى ويوتيوبرات اخرى انهم يوصلوا وحنا الفائده اللي كنبغي نقول يعني بالمجهود الكبير راه ماشي غير جاو الناس وداروا فضيحه فلان وكذا وهزينا منه وحتى انا منا باش درنا الا انسان بنى قناه راه بناها على على اصل وحتى الا كان شي حد اللي كان له الفضل وكيبقى الفضل دائما الله سبحانه وتعالى فيخليه باش يبقى زوين يخليه في 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 قال لك دير الاجر ونساه فوالا خليه وشعار ديال الحلقه اللي دائما هو دير الخير ونساه غادي يجي اليوم وغادي تلقاه شكرا كثير لاله حنان الغزاله الله يطول عمرك انا اللي غادي نعطيك نبوسك اللي جيتي عندي حتى لداري بالعكس والله الا
شرف ليا والله القسم والحمد لله حنا خوت و بغيت الناس كلهم ديالك مع حتى اليوتيوبر وتذكري ما عندكش مشكل تذكري اي ما عنديش مشكل تندخل انا عند الناس تنتواصلوا معايا في الواتساب وكل شيء تنكتب لهم غير تعليق ما تيذكروش القناه ديالي تيتعاملوا معايا كانني انسانه متتبعه ديالهم لان كنبغي انا واخا ما كان ديال قناتك ما تيذكروش يعني واخا البارح واخا هي كتعيط بدا كتقول لك انا باقي يلاه بعد الناس يلاه باقي ما حلوش كتقول لك دعمينا انا واخا ما وصلش شي حاجه ولكن بغينا نكونوا يد وحده غندعم اختي كانها بنتي وغندعم غندعمك انت كانك بنتي وانت انا ما كنقولش الناس دعموني كاسم قناه لا انت حابو غير تحبوا شي حنان قسما بالله الا تحبينا غادي نطلعوا كاملين ما عرفتش انسان كيحسدك ولا كي ما عرفتش شنو في باله ولكن هو راه كيعطيك قال لك حسدك ما عنده ما غير فك ما ما كاينش اصلا حسدك حيت انت ما عندك شي حاجه عندك قلبك الكبير اللي كتعطي الناس وعندك حب الجمهور تكون عندك واحد النظره عليه تزيدي على شخصيته الحقيقيه وانت ولا انت هنا حيت كاين بزاف الحوايج اللي مهمين في دماغك انت ربما انا كنتي تتعرفي شخصيا هذا تيكون داير واحد القناع ماشي ديالو وكنت غير غادي يمشي غادي يتسطى مع الزمان بحال ما غادي يتسطى مع الزمان كيبقى القناع الحقيقي هو اللي يدير وجهنا اللي ما كيما كنقولوا ما كيأثر فيه حتى حاجه كيبقى حب الجمهور اللي هو باش حنا واقفين وكيحب يبقى الله سبحانه وتعالى هو اللي كيسال على كل واحد هو اللي كيبني طريقنا كاملين هو اللي يقدر يطلعنا في اي نهار وحنا باش عرفنا اصلا غادي نبقاو حنان من الغدا واش عرفنا حنا غنبقاو اصلا يوتيوبرزات ولا وغنوصل انا وغتبقى حنان وهذا الله سبحانه وتعالى اللي كل شيء حنا كنطلبوا من ربي كنا كندعيو ولكن كيبقى هو الرزاق دائما والله قال لك الحوانت مصافو الارزاق مصافو لا حنا هادي خايبه اللي دار شي واحد بحالك صافي دابا تيجيب لينا حيد اللائحه انت قناتي راه غتخلصي حسن مني وغيمشيو عندك المتتبع وغتولي عندك لا انا اش كنقول لكم البنات كنقول لكم ديروا صداقه زوينه كوني تدوي زوين شتي كوني زوينه كوني وحق الله العظيم الله يقلبوا عليك الناس ويجيو عندك يتابونوا ما يمكنش اللي تستعين عليه ما يتابوناش ما يمكنش ديري هكا صبعك صدقه بصبعك غديري ابوني وغديري لايك وغتخرجي فوق ما طلعت عندك هذيك السيده صدقي صدقه وانت دازه في دارك ما تخرجي ما تجبديش من جيبك ديري صدقه شجعي ديك المراه المغربيه اللي قالت عاوتاني واحد الحاجه تيمشيو يسبوك في التعاليق ما تيعرفوش بلي راه بهذاك التعليق تيزيدوا في ميزان السيئات ديالهم هادي هما عارفينها ولكن كيتغضبوا عليها لا كاين اللي تيسحب لهم الكتبه راه ما تنتحاسبوش لا الكليك الا كان مزيان راه في حسناتك ولا كان خايب نتوما عارفين ما كاينش واحد اللي ما عارفش حنان غير اللي كيبغي يتغاضى ولكن عافاك نعاودوا نفيقوا لنرقى كنا من اجل المراه المغربيه اللي تبارك الله تدمر على وداتها من هاد النمبر هذا تنقول لكم اللي قدرت دير شي حاجه في حياتها توكل على الله والله ديما تنقولها لكم ودي تنعس وتاخذ واحد البروغرام وتاخذ واحد الخطوه ما تقولش كتنعس ما تقدرش تفيق تقول انا غدا غنفيق باغا تريني ما تقدرش تريني تقول انا غدا غنتريني باغا نفتح شي في اليوتيوب وما قادرهش وما عنديش ما عنديش لا فاصله باش غادي ندوي مع الناس عادي انا عليها ونديرها ونوقف ونولي حتى انا يوتيوبر بحال هذوك اليوتيوبر حالا صح اي حاجه عجبتني في واحد الانسان ما نحسدوش ندير بحالو انا ونولي بحالو راه قال لك في واحد في المقوله الشعبيه عاند وما تحسدش عندي خدم وولي بحالي خدم وولي بحالي راه انا النهار الاول كنت هوات بحالي بحالك حتى حنا كنا كنقيدو كنشدو التليفونات والله نتفرجوا في القناه والله الا كنشوف اليوتيوبر الكبار كنت كنشوف وكنقول سداتا وكنشوفك لامات الكل كنقول سداتا طيب خليله كبير لامات الكل اللي لا عيسى المزالي والبنات كلهم يوتيوبرز الصغيره والكبيره حنا كنحماقوا على كل شيء تحيه لليوتيوبر كامل شكرا لك حنان على الاستضافه مره ثانيه والله يخليك وداتك وان شاء الله المزيد 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 وما غاديش نطولوا عليكم البنات بالصحة والراحة الدرع عقبة ان شاء الله الالمازي يا ربي الذهبي والالمازي وكلنا الاخوات كاملين تنتمنى لهم هاد الدرع هذا وتنتمنى في اقرب وقت انت ان شاء الله ان شاء الله تعالى نشوفك حملة درع غير بالخدمة باش نصحي البنات نصحهم باش يكون عندهم في حالة في ديورهم نصحهم بانهم ياخذوا واحد المبدا في القناة ديالهم انهم يتجاهلوا التعاليق السلبية ما معنى تجاهليها اقراي هو مسحيه ما تسوقيش ليه وخدمي على راسك شتي ملي يقولوا لك انت خايبه عاد عرفي راسك انت زوينه مادام كيتبعوك يعني راكي مزيانه ها ملي يقولوا لك انت خايبه عاد عرفي راسك انت زوينه انسان داخل عندك طبق خايب عاد عرفي راسك راك بدعتي فيه الله يعطيك الربا برافو عليك ونحاول نحلل التعليق ماشي اي تعليق سلبي اي تعليق
ايجابي اوله انا سلبي. لا نحاول نحل التعليق ونقول ربما نلتمس عذر لديك السيده اللي حطت لي ديك التعليق ونقول ربما كانت غتكتب لي بحال هكا غير باش نصوروا انا قدامي راه كيفاش مكتوب ونخدم على قناتي. ومن حتى شي وحده ما تقول انا تنتعي في قناتي اليوتيوبر كاملين اكبر يوتيوبر عندي صرا ريبورتاج ولا لاغين تنتعيرو. يعني هاد المساله ما خصكش تشوفوا مشاهير كبار ممثلين مغنيين يعني مشاهير كبار في وصلوا لهم حمايتي تعايروا في التعاليق صح ما دوزوا في برنامج يمشيو يعايروا في برنامج يعني من تقلقوش من هاد المساله هذه ديال المعيور في القنوات. لا خدمي على راسك حبيبتي خدمي ما تشوفيش هذاك المعيور. لا حنا دابا ما تيدهوش فينا في الزنقه راه دوك المحامين اللي يدهو فينا اي واحد ما باغيكش توصلي وما حاملكش راه تيدهو عاوتاني هكاك في اليوتيوب. نحاولوا نتجاهلوا التعاليق السلبيه ونخدموا على راسنا ونزيدوا القدام والمال المغربيات كاملين اللي استطاعتها دير شي حاجه ديرها خوتها. راه قال لك من استطاع ينفع اخيه فليفعل. قارية واعية تتعرفي تفيدي الناس بزاف واخا ما تكونيش قارية حتى هي لا على على في شي حاجة عندها علاقة بالقراية صح. دير قناة تفيد الناس اي وحدة حلاوية فيدي الناس بالحلوة كتفصلي وتخيطي تفيدي الناس بالفصلة والخياطة تخيطي البيجامات. مهم اي حاجة عندك بارطاجيها مع الناس. اول حاجة عندك عندك اجر مع الله ومع العبد. وثاني حاجة تتكوني القدرات ديالك تتعرفي بانك راه كاينه راه ممكن واخا ديري حتى 60 عام مادام تطلع وتتبطلك ممكن انك تحققي شي حاجه وديري مدخول ديالك انت شخصيا. هادشي اللي غادي نقول طولت عليك شكرا لك. لا بالعكس والله العظيم كنبقى بقيت انا كنسمع لك. شكرا حنان على اختك. دونك ان شاء الله ضيفه ديال اليوم كنتمنى ان شاء الله تكون الحلقه زوينه وعجبتكم. غنكملوا الفيديو وخا ماشي طويل بزاف. لا لا غادي نكملوا باش يعرفوا ان شاء الله خبايا ديال حنان و والضيفه ديال الشرف الثانيه. وكان لي شرف انها معايا واخا بنت ما طولنا عليها واخا شديت عليها بنتها شويه رميساء سامحيني حبيبتي ولكن لا قبل البنات باش ان شاء الله كلشي يستافد. كنتمنى ان شاء الله الحلقه ديالكم تكون زوينه كنضحك ضحكتك الخير. دونك الحلقه الجايه ان شاء الله تعالى نتسناو الحلقه الثالثه من ضيفه شرف او ضيف شرف. دونك غادي نعرفوا ان شاء الله شكون اللي غيكون معنا. كنحماق عليكم. شكرا لك على الاستضافه مره ثانيه. شكرا على واجب حبيباتي وتنشكركم حتى انتم. تنقول لكم شكرا المتتبعات قناه جميله اونلاين. تنشكركم بزاف بزاف ونقول لكم دعموا وزيدوا دعموا وغيتسناو فيديو ان شاء الله عندك ان شاء الله الرحمن الرحيم. منين تسايو الفيديو ديالي شوفوا الفيديو ديال انا راه كلشي تنبغي نديرو بالزرب انا نقدر نحطو قبل منك صافي معليش والله تنتسناك حتى الاثنين. لا لا معليش والله معليش من الدنيا هي واخا اليوم ما عرفتش مني من الجمر معليش. المهم تنشكركم كاملين. تنشكر اي وحده كتبت تعليق زوين وعبرت على مستواها كنتمنى عبرت على الاخلاق ديالها من الداخل. تنشكرها ونقول لها شكرا. وصحاب القلوب المريضه حتى ما تنقول لهم الله يشافيكم والله يهديكم وهذا الشيء اللي كاين. شكرا لكم البنات. دونك نتسنى ان شاء الله الحلقه الثالثه من ضيف شرف او ضيفه شرف ان شاء الله ملي غتكون غادي نديروها لكم ان شاء الله بوجه جديد. وما تنساوش اللي بغى يزور قناتي ضروري القناه ديالي مطبخ حنان ام وصال. مرحبا بكم كاملين اكيد مرحبا بكم في قناتي. هادشي الشعب غادي تعجبهم ضروري تعجبهم لان كتبقى القلب طيب. لا ممكن تعجبي واحد الفئه ممكن واحد الفئه. المهم احنا كما قلنا قبيله غتدخل دير ابوني وغدير لايك وغتخرج صدقه ما غادي تكلفك حتى حاجه بكليك واحد وكلمه طيبه اللي كندعو لها دائما. وخير ما غادي نقول ان شاء الله هو اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. السلام عليكم.